الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من نور قلوب العالمين بسراج الهداية والفرقان وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عبادة المؤمنين بصيام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان وبلغهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال غير يوان لا يدخله إلا الصائمون شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعذر والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم الصلاة والسلام على خير الغنى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب حسين وأدناه رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين خصوصا على إمام سيد أهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام القاتل الكفرة وعلى الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق بن الإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشيار معطي المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي بن المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين المقربين بين الناس على حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جامع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورجاء الطالبين احسنوا على اليتامى والفرقان والفقراء والمساكين كما روي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ادوا صدقاتكم من كل صغير وكبير نصف ما بالرضا او ساعه من تمر او شقي واعلموا ان صدق الفطر واجب على كل قوم مسلم نصاب فاقل عن الحوائج اسفر للنصيب ولقابه الصغير تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام
بيت الله ستين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم.